سلام سلام، دابا غادي تشوفوا الجزء الثاني نتاع الحلقه ديال البارح واللي هو الجزء الاخير. ولكن قبل ما نقول لكم لين نبدا، بزاف التعاليق اللي خديتوا لي البارح فاش قلت لكم لاحظوا شي حاجه في وجهي، قلتوا لي المايك، قلتوا لي فولار، قلتوا لي الديكور، بزاف ديال الحوايج. ولكن كنت يسحب لي بانه غادي يبان لكم شنو هو التبديل اللي درت. كنحمق على شي حاجه سميتها لي طاش دو روسور، دونك شديتهم وطرستهم في وجهي. المهم بلا هضره كثيره، بلا ما تعطل عليكم اكثر، خليني نقول لكم يلا لين نبدا. والله حتى 15 يوم ونجي ونخطبوك، تحرم عليا حياتي ما غاديش نخليوك. بديت نضحك ديك الساعه، ولكن فعلا هنا بدات كتخدم ليا هاد الفكره في راسي. انا مشيت عند واحد خيتي كانت كتخدم معايا وبيعتني العجل، قالت لي احسن حاجه غادي تقدري ديري. لا ما يمكنش، حيت غادي نخرج على راسي وكنشرب انا اصلا الدويت ديال الاكتئاب. هو بغيتي تبقى غير حاله فمك حتى يتزوج، حلي عينيك وما تبقايش عابطه وديري لي هاد القضيه. ما فكرتش نهائيا. انا كنت في هاد الوقيته خدمت من جديد، خدمت فعلا عليا وعلى دارنا، وكنت تقاتل ندير مستقبلي ورغم هادشي كله. واخا عنده الفلوس انا ما كنت صراحه معوله عليه، حيتاش مشاكله اصلا مو في الورث ديالها. ربي غادي يعطيني شله ديال الاشارات بلي هاد الشخص اللي راه ماشي ديالي. كنت كنتخاصم مع اي واحد قال لي راه ما صالحش ليك. وهنا غادي يطرى اللي يطرى، وغادي تعطل عليا الدوره الشهريه ديالي ب 11 يوم 12 يوم 15 يوم، تنقول شنو كاين شنو كاين. تخلعت، ولكن في نفس الوقت فرحت، حسيت بلي شي حاجه في حياتي جديده كتوقع. مشيت شريت التيست وجربته ولقيت راسي بلي فعلا راني حامله. صورته وصفته لواحد اختو وقالت لي سيري ديري ديال الدم دابا باش تقدري تاكدي. غدا نصيفط التصويره لاختو الاخرى اللي زعماتني فرحات وما قدتها الفرحه، وقالت لي شوفي كاع اذا ما بغيتوش راه ليا انا نربيه، وشوفي راه حنا من هنا 15 يوم غادي نجيو لعندكم غير وجدي. لا ما نقدرش، هو ما غاديش يبغي، وعد انت ماشي سوقك، حنا غادي ندويو معاه. قالوها لمو اللي حتى هي فرحات وبدات كتسولني شنو تشهيتي شنو بغيتي. انا ما يمكنش، ميته بالفرحه والحمد لله. واخيرا ربي نزل العفو ديالو، عشت حلم. قلت واخيرا حلالا طيبا ونجحت لي الخطه. صيفط ليه ميساج وقلت ليه هاك شوف، لا ما يمكنش عيط ليا، غادي تشربي شي حاجه ضروري. كيفاش نشرب شي حاجه؟ سيري حيديه اويلي واش من نيتك، غادي يبدا كيعاير فيا. شويه شد ليا الخاطر، سيري سولي كيفاش تحيديه. انا بقيت كناكل ولا كنشرب غير الماء والخبز، حيتاش اللحم جاني قاصح بزاف. وغير تنرجع وصفاريت، تعذبت في خدمتي اللي كانت قاصحه وغير تنبكي. في دارنا تيسولوني مالك شنو واقع، لا والو ما كاين والو، راه غير انا ما حاساش براسي مزيان. قلت لدارهم بلي انه ما بغاش. وديك صحيبتي قالت لي عاشي شنو سيري نوضي دعيه. انا كنت نقول مستحيل انني نطيح هادشي اللي في كرشي، واصلا حرام انك تقتلي روح. وشفت شحال من وحده دارتها وبقات حياتها كلها معذبه كتعاني، يعني كنت ضد نهائيا ومقتنعه بهذه الفكره. خواتاته فاش ساقوا الخبر غادي يفرقعوا الرمانه وغادي يعيطوا عليه، وهو بدا كيعيط ليا وكيعاير. باغا تخلي كرشك تنفق قدام امك يا الفاعله يا التاركه، ما كتحشميش وما حشمناش على هادشي اللي درتي. فين هو الاصل والتربيه؟ عاد بدات كتبان ليه التربيه. من نهار عرفت كنتي كتبكي وباغا تشوهيني، ودابا انا اللي غادي نشوهك. داكشي اللي عمرني ما سمعت من عنده سمعتو داك النهار. انا خواتاتو انا ذاك كانوا كل ثانيه تيعيطوا ليا، وهو كان تيهددني باش انني ما نبقاش نجاوبهم، والا غادي يجي لدارنا وفعلا غادي يشوهني. انا ملي تسيف عليا قلت صافي غادي نحيدو، ما حد عندي شهر يعني مازال ما تكونش. فمشيت لعند الطبيبه لقيت فقر الدم 7، يعني خاصني نحيدو بطريقه اللي هي طبيه ومقاده مزيان، والا غادي يجيني نزيف وغادي نموت. واش نخليه نهرب؟ واش نحيدو ونموت؟ تلفت وما بقيتش كناكل النعمه. ماما مسكينه حنينه بزاف كتقول لي غير مالك بنيتي. تنقول نلح راسي وما تصيقش الخبر لهاد الفعله اللي درت. ويا ماما وعناس وقعوا ليا، والدنيا كحلت في عيني، بلوكيتو من كل شيء. النوامر اللي ما تنعرفش ما بقيتش كنجاوبهم. غادي نقرر نحيدو، غادي تعطيني اختو الفلوس، وهي كتبكي وكتطلبني باش انا نخليه. وهو كاع داكشي اللي كيصرف في عباد الله كيبان على خواتاته، كل وحده شنو معيشه راجلها وخا المال والجاه. خديت الفلوس وسولت في واحد الجروب وعطاوني شي بنات واحد العنوان. مشيت عند واحد الفارماسي وسولتو فين جات هذيك البلاصه، حيت كانت حداه. بقى تيشوف فيا بشميئزاز بحال كيدوي مع شي وحده ديال الزنقه، وتيشوف فيا بواحد الوسخ ونعت ليا في واحد الموبل. دقيت ودخلني واحد الراجل اللي كان شمكار وقال لي جلسي هنا. جلسني على الدص وقال لي حتي تحل الباب الفوق ونطلعك. انا تنقول هذا غادي يشدني تعدى عليا، هنا غادي يجريسيني، يقدر كاع يقتلني في داك القنت اللي كان مهجور. شويه غادي تهبط واحد البنت هي امها فرحانه. بقيت كنشوف، دخلت والريحه ديال الشيشه والضبابه خارجه من ديك الدار.
السيدة بدات كتشوف فيا كتقلب ليا جيبي، شكونتي شكون اللي مصيفطك؟ تخلعت حيت عمرني ما شفت داك الشيء. شدتني الخلعة قلت لها بغيت نشوف الطبيب، شدتني وقالت لي قبل ما غادي نجهضوا لك داك الجنين اللي في كرشك خاصنا نديروا لك واحد ليكوغرافي هو الاول. واخا بشحال؟ 5000 درهم. اولي على 5000 درهم منين غادي نجي باين؟ ما عنديش كامله. وبالتمكي على اساس لا غد لي غادي نمشي عند السيده باش دير لي ليكوغرافي، ولكن دار ربي تاويل ديال الخير وما مشيتش لعندها. المهم ما غاديش نرجع، وشديت كونجي في الخدمه، شديت واحد الطياره ومشيت لمدينه واحده اخرى بعيده، قلبت على خدمه واحده اخرى وقلت لهم بلي انا مزوجه وراني حامله وراجلي ها فين خدام. فيهم اللي تيقني وفيهم اللي لا. تكرفصت وتعذبت. بعد 15 يوم ما قدرتش على ديك البلاصه ورجعت لمدينتي. صاحبتي صيفطاتني عند واحد الطبيب، جمعت فلوس ومشيت عنده. تنبكي تنبكي وكنقول المسامحه، غادي نمشي لعند الله، لا دين لا دنيا لا الاخره، بسبب انسان انا بغيته. عندي فقر الدم غادي يجيني النزيف في اي وقيته، وغادي نمشي عند الله وراقي كلهم محروقين مع مولانا. في ديك اللحظه ماما كتبان ليا قدام عيني، خوتي بابا الله يرحمه كلشي. انا هي مولات العقل زعما، انا اللي كيتشاوروا معايا لا في الكبيره ولا في الصغيره. احلامي مشاو، علاش وعد؟ علاش درتي في راسك هاد الفضيحه؟ دخلت وعطيتهم الفلوس، دوك البنات اللي نقولوا الفرمليات حيدوا لي منها 1000 درهم وقالوا لي قولي للطبيب هادشي اللي عندي وهادو راه ديالنا. دخلت عنده تنبكي، بقى كيسول فيا واش انت متاكده شحال عندك من شهر؟ قلت ليه شهر. قلت له واش مازال ما فيها الروح يا دكتور؟ بدا كيضحك بواحد الابتسامه اللي كانت باده. قلت ليه واش غادي دير لي البنج؟ اه. وفي هذه اللحظه بدا فيلم واحد اخر وعالم واحد اخر. دخلت للشومبر وجات واحد البنت فرشات بحال واحد الثوب، وتكيت في ديك الناموسيه وحدايا المريض وحدايا الماتيريال اللي كانت تايبه ليا ماشي نقي. هزات سطيله ومعاهم شي تيوات اللي كانوا رقاق ومسخين، داتهم غسلتهم في المرحاض عزكم الله. ديك الوقيته بانت لي واحد الحديده كبيره اللي عمرني ما تخيلت انه شي نهار اني غادي نستعملها. سولته واش كاين البنج؟ اه. واش غادي نحس بالوجع؟ لا غير شي شويه. لبست اللبسه وكالموت نتاع البرد بحال غادي نموت. داكشي اللي تسنيت داك الطبيب داك النهار كون غير مت وما تسنيتش. جات معاه البنت ويا على تفاصيل عشت بوحدي. دار الكول من بعد دار لي واحد كريم، كنتسنى في البنج انه يدقوا لي يديروا لي في شي سيروم ما عرفتش. شويه ما حسيت حتى غادي نغوت، كتقول لي بشويه راه الناس غادي يسمعونا. كنغوت وما نقولش لكم الاحساس اللي حسيت به، كان الاحشاء ديال كرسي كيتجبدوا من بلاصتهم. شي حاجه من ظهري كانت كتحيد لي. تنبكي ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وتمنيت يحبس داك الالم ولكن ما سالاش. 20 دقيقه جاتني بحال شي نهار وانا كنتوجع وكنقول يا ربي تسمح لي، يا ربي تجعل لي مغفره الذنوب، غير نوض من هذه صافي غادي نتوب. النوض اللي غادي نوض غادي نرجع عزكم الله. وفي هذه الرجعه تخيلوا معايا حسيت وشفت داك الانسان رجعته معايا، كانه خرج لي من قلبي وتلح في الارض وبردت واحد البروده ما إليهاش مثيل. دازت العمليه كلها تخيلوا معايا بلا بنج، رجعت في حالي وسديت ديك الصفحه تحت معاق فيا في الدار، كنشرب غير الضوء وساكته. اختو كتعيط ليا ما كنجاوبهاش، ومن هادي عادت راسي بلي انه صافي غادي نتوب وما نبقاش نعاود شي حاجه بحال هذه. فين ما كنشوف شي دري صغير كنبقى كنبكي حيت حسيت بلي انني قتلت روح وما خليتهاش تكمل، ولاني عارفه كل كملات غادي تعذب هذاك البيبي اللي غايجي للدنيا اللي ما عنده حتى شي ذنب وعمره ما غادي يتشرف انه يكون ليه اب بحال هذاك. فرجعت لخدمتي وديتها فراسي، رجعت لي صحيحتي وحيدت الادويه نتاع الاكتئاب واللي ليها ليها. خدامه على راسي كنتهلا في دارنا وماما. الحمد لله ربي هزني من بير وحطني من فوق من الارض من جديد، ربي عتقني والحمد لله، هو اللي لقيت معايا وعمرني ما نعاود ندير شي غلط بحال هذا، او بالاحرى عمرني ما غادي ندخل في شي علاقه الا ربي كتب لي شي حاجه ديال الزواج. انا كنصح اول نصيحه للناس اللي بغاو يعطيو هديه لشي طفل هي شي كتاب ولا لعبه على الدين اللي تعرفهم وتقربهم من ربي، حيتاش غادي يكون احسن كادو وعمر ديك المعلومه ما غادي ينساها داك الطفل اذا كبر، وغيجي شي نهار فين غادي توقف معاه في شي مرحله من حياته. انا اليوم بغيت ننسى هاد الشيء حيتاش قرب يكمل عليه العام، تنطلب من الله يسمح لي حيتاش تعذبت بزاف من ناحيه العائله والظروف اللي تقلبت من نهار بات بابا، تعذبت بالخدمه اللي كنت باغا نوصل فيها، تعذبت بالناس اللي كيشوفوا فيه الاستغلال. انا ديما تنقول حلمت كبير وبغيت ولكن طحت في الراجل اللي كان غلط، عطيته كل شيء
بما فيه حياتي ومستقبلي. نصيحتي للبنات، اذا ما كنتيش مرتاحه مع شي واحد وما كتحسيش بالصفه معاه، بلا ما تكملي هذه الخطوه، حيتاش غادي تعاني. عمركم ما تشاوروا مع البنات ولا حتى مع الناس عموما. عمرك تقولي غادي يتقاد هذا الانسان مع الوقت ونصبر عليه، حيتاش عمره ما غادي يتقاد اذا كان عوج. انا اليوم اذا بانت لي شي وحده في الزنقه جالسه كتبكي على شي واحد، كنبغي نعطيها قتله ديال العصا باش يلاه توكل وتعرف بلي انه اللي مكتب ليك سيدي ربي باش يصونك ويكون حلالا طيبا ليك، ما غاديش يعيشك العذاب وغادي يحطكم فوق من راسه وغادي يجي يدق باب داركم. انا عمرني ما كونت شي علاقه من داك النهار، كنتمنى انا ربي يعوضني، حيت هو اللي فاهم بلي انا ما خايباش وماشي زنقاوية، ولكن غير غلط وهذا الغلط كلفني بزاف. هذا الغلط شاركته معاكم باش انكم ما تطيحوش فيه وما تبقاوش تاملوا في اللي مفقود فيه الامل. باش كنسمع راسي كنعاود ليه قلت راسي بلي مكرهتش نشدني ونعطيني قتله ديال العصا، نعطاها لي الزمان باش نحل عينيا، حيت انا من داك النوع اللي الا قلتي لي هادي راه تحرقك ما كنفهمهاش، حيت كاين فرق بين الفهم والادراك. ما كنفهمش هضرتك، خصني نمشي نقيسها وتحرقني عاد نقول اه ايوا صافي راه حرقاتني، عاد نتعذب عاد ندير عقلي. ما كنسمعش بالهضره الناس عاديتهم كاملين، دوك الناس اللي قالوا لي بعدي منه ما لايقش ليك راه كيتفلى عليك. المده الاولى بعدا فاش يلاه بدات لا غولاسيون ديالنا وكان كيحبسني ما تمشيش للبحر، البحر ما تمشيش للبحر، بغيتي تمشي معايا للبحر تخلي لبس حوايج تخرجي بوحدك، ما غتمشيش للعرس. فاش كاع ما بقاش كيحبسني وليت انا اللي تابعه داكشي، اختو كيحبسني عليها ما تمشيش مع اختي ما تخرجيش حيت عارف قالت ليا تعرفني غنعلمك حتى حراميه بعيدي من اختي. فاش قال لها بعيدي منها مشى قال لها انت اصلا مش عارفه تخيلي عايرها، هي اكبر منه ممكن يلقى مسكينه وعندها مشاكل وداكشي وعايرها، قال لها انت هي شارفه عليها فهي قد بنتك، سيري عطيها بالتيساع سيري تصلي ولا سيري قال لها ديري الزيف ولا سيري عايرها بحال هكا زعما راه هي صافي ما يمكنش ما عندهاش الحق تعيش ما عندهاش. نقول علاش تخيل اني عايرني خويا بحال هكاك، لا راه ماشي هذا الانسان اللي كيستحق، راه ما يمكنش راه هادشي ما خصوش يكون، راه ماشي هذا هو اللي باغا. الناس كيقولوا لي ما مزيانش كنتعدى معاهم، صاحبتي كتقول لي راه خايب، على قبل تخاصمت مع صحباتي تخاصمت مع صحابي بعدت من كاع الناس اوي اللي زديت على راسي. اي بنت مكرهتش نكتبها في شي بان وفي لاكارت ناسيونال تكون مكتوبه اي وحده قال لها شي واحد هاد الحاجه ما ديريهاش وهي ما كاين والو، تخرج عينيها مزيان وتقول لي ولد الناس تا تجلد عنا ونتكاتبوا على سنه الله ورسوله ونديروا الاعلان ويعرفوني الناس مجهولين عاد ديك الساعه اللي قلتها على الرسول عين. وشوف تشوف ضيع لي بزاف الحوايج، ضيع لي خدمه، ضيع لي نمشي لبرا، ضيع لي تمشي لشي بلاصه سالينا ديما كيهدني، تمشي لشي بلاصه سالينا انا وياك، عرفتي شنو هي ديك سالينا انا وياك؟ ويلي نموت وما نمشيش، نموت ونبقى معاه. ما تمشيش هنا ما تسهريش، ما تخرجيش مع البنات، ما تسكنيش مع البنات، ما تلاقيش مع البنات، ما تلاقيش مع الدراري، ما تمشيش مع ولاد خالتك، ما تمشيش مع العائله، ما ديري حتى حاجه. ومع ذلك انا كنت كنحاول غير خدمتي ما نضيعهاش، كنت كنحاول غنبقى خدامه وسكن، ما كاينش اللي صرف عليا، ما كاينش اللي عطيني، ما كاينش اللي يدير، وكنعرف نقطه الضعف ديالي هي ماما. ولكن النهار اللي عايرني وسبني وسب لي وليدي صافي تماك فقط وتماك عرفت بلي راه صافي ما هذا ما لايقش. واخا كيما قلت لك اختو كتقول لي هذا النهار كنحلوا هذا المشكل، كنقول لها انا داك الانسان ما بقيتش بغيتو كاع. وهذه هي كانت حكايه وعد، ما تمشوا فيه لانه مازال عندي واحد الخاتمه اللي هي طويله. في سياق موضوع التوبه خليني نذكر لكم واحد القصه اللي تقدر تكون فايت لكم سامعينها ولكن للتذكير لاي وحده فيكم خطات وبغات توب اولا حتى الوعد. كاين واحد الحديث نتاع مجرم بني اسرائيل، داك اللي قتل 99 روح من بني اسرائيل، ومشى عند واحد العابد وقال ليه راني قتلت 99 فهل لي من توبه؟ العابد قال ليه 99 عاد باقي كتقلب على التوبه، شنو غادي يدير؟ غادي ينوض يكمل به المية. قال لي دا غير خاسر غادي نكمل به النيت في خطره وحده. هنا غادي يمشي عند رجل واحد اخر اللي كان عالم وسولو هل لي من توبه؟ قال ليه ومن يحول بينك وبين التوبه راه ربي سميتو التواب، يعني رحمته واسعه الارض والسماء كلها، وانت الجرائم ديالك غادي تكون كاع الكره الارضيه كلها، راه رحمت مولانا كبر منها وكبر من السماوات كلهم. هو يتوب. قال ليه العالم ولكن كنصحك انك البلاد اللي انت فيها هي بلاد الفساد، خرج منها وسير بعيد لواحد البلاد واحدة اخرى نتاع الصلاح لعلك تلقى اهل الخير. لكن داك الرجل اللي تاب غادي يموت في الطريق.
تحكي لنا سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل التائب لما مات في الطريق غادي ينزلوا ملائكة العذاب باش يشدوا الروح ديالو، وكانوا تعرفوه من زمان وتقولوا هذا راه نتاعنا، ولكن حينها غادي ينزلوا ملائكة الرحمن اللي عندهم الخبر باللي أنه راه تاب، فبدوا كيدبزوا عليه وكيقولوا ديالنا، والآخرين تيقولوا لا راه ديالنا، تخاصموا مع بعضياتهم شكون أنه يديه. فهاد اللحظة غادي ينزل ملك واحد آخر اللي صفتوا مولانا باش أنه يحكم ما بيناتهم، وقال لهم مولانا تي أمركم باش أنكم تعبروا الأرض، هاد الموضع فين مات هاد الرجل شحال ما بينها وما بين الأرض اللي دار فيها الجرائم، وشحال ما بينها وبين الأرض اللي دار فيها الخير. فإذا كانت المسافة اللي بينه وبين الناس ديال الشر أقل من المسافة ديال الناس ديال الخير، يديه ملائكة العذاب. لما عبروا لقوا بلي انه وصل للخير بشبر اللي هو الصدر ديالو، فغادي يتخذوا الملائكة ديال الرحمة. ولذلك هذه حفظوها مزيان، رحمة مولانا من حق كل عبد، ولكن اللي سد باب التوبة كيسد عليه الله هو الاول. واخيرا وعد اليوم تابت من الماضي ديالها، والتوبة معناها انك بغيتي وجه مولانا تعالى، وماشي غادي تقطع هاد الشيء خوفا من الناس او لا خوفا من السمعة او غير ذلك من الاعتبارات اللي هما باطلة اللي ما كتحققش اصلا معنى العبودية لمولانا. نتمنى انا وتكون التوبة ديالك اوعد لله، واصلا انا فاش هضرت معاك تأكدت لي بلي انا هاد التوبة المولانا خالصة وما ناوية من موراها لا رياء ولا سمعة ولا تسميع. ومن جات هاد الكلمة في الطريق ديال التسميع في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من سمع سمع الله به يوم القيامة، ونعوذ بالله من التسميع. والمقصود بالتسميع انك تدير واحد العمل اللي هو صالح وتقصد به الناس ويسمعوا بك ويبداو يقولوا فلان راه دار وفعل الى ما اخره، وهذا التسمع يبطل العمل. هذه كانت حلقتنا الليلة، ما تنسوش انكم تخليوا الواحد شي كلمة طيبة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.